مفاجئة من حيث التوقيت كانت استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لكن دوافع هذه الاستقالة تبدو لكثيرين طبيعية بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود مع المحور الإيراني الذي يمثله حزب الله في لبنان. لقد طفح الكيل مع الرئيس الحريري كما طفح الكيل مع كل واحد منا. ربط النزاع الحقيقي بدأ الآن، ولم يكن حتى الآن هناك ربط نزاع، كان في يمكن مسايرة من قبلنا حرص. صار في توازن هلا فيك تقول؟ أنا برأيي بالسياسة استقالته منا استقالة يعني تقليدية، هي استقالة وإعلان موقف واضح وصارم، وبتصور أنه معظم الشعب اللبناني والدول العربية والعالم سيلتفون حول موقف الرئيس الحريري. قلبية كنت ناطرتها وكنت عم بتمنيها، والمسار اللي كانت ماشية فيه الأمور كان بدل أنه في مكان ما مش معقول بقى أنه هاي الحكومة هي اللي تأمن له الغطاء لحزب الله ليستمر بسياساته يلي عواقبها عم تنعكس على كل اللبنانيين. بعد الاستقالة ترقب لما سوف تؤول إليه الأمور، إذ فتح باب الأسئلة عن الآليات الدستورية المرتقبة وعن الواقع على الأرض. سؤال بينطرح، مين الشخصية السنية اللي قادرة تتحمل مسؤولية تأمين غطاء سني لسلاح غير شرعي بلبنان؟ السؤال الثاني، هل ينزلق لبنان باتجاه مرحلة أمنية؟ نتمنى لا. بس أفضل شيء يعمله الجمهورية أنه يحاول يرجع يعيد التوازن، هو من موقعه يعيد التوازن للسياسة الخارجية اللبنانية اللي اليوم يعني شديدة الانحياز للموقف الإيراني. وإذا كان الترحيب بموقف الرئيس الحريري عارما من قبل كل من يدور في فلك 14 من آذار، إلا أن أطرافا من 8 من آذار لم تعلق حتى الآن. وقد أفادت مصادر تيار المردة تلفزيون مستقبل أن موقف المردة حاليا هو عدم التعليق على ما جرى.